اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من برنامج رؤيا الحدث، نخصصها للحديث عن استمرار انهيار العمله الوطنيه ووصولها لمستويات قياسيه. أوقفت محلات الصرافة في مدينة عدن عملية المصارفة بالتزامن مع الانخفاض المتسارع لقيمة الريال، وسجلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعا جديدا أمام العملة المحلية في عدن متجاوزة 718 ريال للدولار الواحد و188 ريالا مقابل الريال السعودي. مصدر مصرفي قال لقناة بلقيس أن وقف حركة البيع والشرايات ضمن الحلول الإجرائية للحد من تدهور قيمة الريال. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب استمرار انهيار العملة الوطنية وموقف الحكومة من هذا التدهور والحلول الممكنة. قبل أن نبدأ باستقبال ضيوف هذه الحلقة نذهب لمتابعة هذا التقرير. إلى جانب كورونا، تحد آخر ينتظر الحكومة الشرعية نتيجة تهاوي أسعار العملة الوطنية ووصولها إلى مستويات قياسية هي الأعلى في العاصمة المؤقتة عدن. وضع كهذا دفع بقطاع البنوك والصرافة في عدن إلى إعلان إيقافهم حركة البيع والشراء كواحدة من الحلول الإجرائية الساعية للحد من تدهور العملة الوطنية. مصادر مصرفية أرجعت أسباب الارتفاع إلى عمليات المضاربة التي يمارسها التجار، بالإضافة لانجرار الكثير من الصرافين وراء الشائعات التي تهدد بانهيار العملة. منذ بداية عاصفة الحزم التي تقودها السعودية والإمارات، تعاني العملة الوطنية من انهيارات متلاحقة فقدت على إثرها أكثر من نصف قيمتها، وهو أمر قد لا يتوقف هنا، خصوصا في ظل غياب إجراءات حقيقية لوقف هذا الانهيار. مراقبون يرون أن فشل الحكومة الشرعية ومن خلفها البنك المركزي في إيجاد حلول حقيقية لوقف انهيار العملة يعود إلى عدم قدرتها على إعادة تطبيع الحياة في العاصمة المؤقتة عدن وإعادة تصدير النفط والغاز بسبب الرفض السعودي الإماراتي لذلك. وهروبا من تحميل التحالف مسؤولية ما آل إليه وضع الريال، يلجأ البنك المركزي لتحميل منشآت وشركات الصرافة مسؤولية ذلك، مهددا باتخاذ إجراءات قاسية لوقف التلاعب والمضاربة بأسعار العملة. أهلا بكم من جديد، وينضم إلينا من عدن رئيس الغرفة التجارية أبو بكر باع عبيد، ومن كوالالمبور الباحث في الشأن الاقتصادي عبد الواحد العوبلي. مرحبا بكم، وأبدأ معك سيد أبو بكر، ما الذي جعل انهيار العملة في العاصمة المؤقتة عدن أكثر منه في صنعاء؟ أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا قناة بلقيس، شكرا لكم جميعا، وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. طبعا الظروف اللي تمر فيها عدن والمناطق المحررة يعني توحي بأن حيحصل اللي يحصل الآن، لأنه لا توجد حكومة، لا توجد إدارة في البنك المركزي، لا إدارة لإدارة الأموال، لا إدارة لإدارة الموارد، لا وجود مسؤولين يتابعون هذه الأمور، فمصير النتيجة تكون هكذا. ولكن الاسباب قد تكون بعضها منطقيه وبعضها لا تكون منطقيه او بسبب خلل في سوء الاداره. اولا العمله وصلت الى ما وصلت اليه طبعا لانه نحن حاليا الوديعه السعوديه السابقه شبه انتهت. الان التجار يستوردون بضائعهم عبر الشراء من السوق السوداء، شراء العمله الصعبه. الشيء الثاني لا تجديد للوديعة حتى الآن، لا بوادر أمل أنها سوف تصرف في المرحلة القادمة، وهذا كله سبب يعني عدم ارتياح أو خوف من التاجر أنه سيضطر يتعامل مع السوق السوداء لشراء أو لاستيراد بضائعه. طبعا من الأسباب الأخرى صعبة العملة المحلية عفوا، نعم، كميات كبيرة ولم تقبل من قبل الطرف الآخر في المناطق الشمالية والمحافظات، مما جعل منها مكدسة كثير لدينا. ومن هذا المكان الآن أنصح وأدعو البنك المركزي يسحب هذه العملة على الأقل 50% منها، يا أما أن تخزينها أو إحراقها، لأن وجودها بكثرة أكثر من صار العرض أكثر من الطلب. نعم سيد أبو بكر، أنت أتيت للحديث عن الوديعة السعودية، نود أن نتوسع أكثر في هذه الجزئية، لماذا لم تقم هذه الوديعة بإيقاف هذا التدهور؟
طبعا الوديعه في البدايه قامت بوقف التدهور في بدايتها، لكن الان احنا نتكلم في نهايه انتهت الان الوديعه السابقه اللي هي 2 مليار دولار. وطبعا نفسها في الفتره الماضيه. نعم. لأن الطرف المملكة العربية السعودية قد تكون لاحظت أنها أنه ما استفاد الشعب من سبب إعطاء الوديعة للبنك المركزي، أصلاً شرطها الأساسي لتحسين يعني المواد الأساسية للمواطن، لتحسين قيمتها أو لتوصل لأسعار مفضلة في السوق ليحصل عليها المواطن العادي المسكين، ولكن هذا لم يحصل الا في مراحل معينه وبعدين انتهى هذا الموضوع كان. فهذا صراحه اتلف يمكن الطرف الاخر وهو المملكه العربيه السعوديه ولم تسلم، لانه منطقيا انت الان لما تفعل تاخذ عمله صعبه من الـ من الـ من الـ الوديعه، طيب العمله المحليه فينها؟ مقابل ما سلمت انت كتاجر لما تدفع للبنك المركزي او للبنك المحلي مقابل ما بتستلمه دولار في الخارج، العمله المحليه وين؟ دائما يقولون ما في عمله محليه وما في اداره. الان تخيلي بعض الاحيان البنك المركزي يرفض يستلم ال 200 عمله ابو 200 ريال وهو اللي طبعها وهي موجوده في السوق وهو اللي يرفضها الان. هذا تفك السوق اصلا، لانه هذا يقول لك ايش من بنك مركزي يصدر عمله ولا يقوم بواجبه في اتجاهها. نعم، إذن سيد أبو بكر سأعود إليك، اسمح لي لأن أنتقل إلى الباحث في الشأن الاقتصادي اليمني عبد الواحد العوبلي الذي يحدثنا من كوالالمبور. مرحبا بك سيد عبد الواحد. إذن تسارع في انهيار العملة، ربما انهيار جديد للعملة اليمنية، أين البنك المركزي؟ أين الحكومة الشرعية من ذلك؟ ما الذي يمكن فعله بهذا الخصوص؟ أستاذ أمل مساءك سعيد. أولا بالنسبة لمصادر الجمهورية اليمنية من العملة الصعبة بالتأكيد من ثلاثة مصادر رئيسية. أول مصدر هو إيرادات النفط، وبحسب تصريحات محافظ البنك المركزي أحمد عبيد الفضلي لجريدة الشرق الأوسط في مايو الماضي، قال وبشكل واضح أن كلفة استخراج النفط من الحقول اليمنية في هذه المرحلة طبعا بسبب أزمة كورونا يساوي قيمة البيع في الأسواق الحالية، طبعا مع تحفظنا عن أنه التكلفة عالية بهذا الشكل، ونفرض أن التكلفة في اليمن لا تتجاوز مثلا 3 دولار أو 4 دولار، لكن ممكن نمشيها له ونقول فعلا أنه تكلفة الإيرادات، تكلفة التشغيل أو استخراج النفط من اليمن تساوي قيمة الإيرادات. هنا في هذه الحالة أنت ما عندكش ايرادات من النفط اللي هو واحد من اهم مصادر العمله الصعبه. المصدر الاخر هو تحويلات المغتربين، ولنفس السبب ازمه كورونا والمغتربين الموجودين في السعوديه والخليج وامريكا واوروبا، كل هؤلاء تاثرت مداخيلهم وتاثرت قدرتهم وحصلت قيود على العمليات المصرفيه وعلى عمليه التحويل، الامر الذي ادى الى نقص في كمية أو عدد أو كمية المبالغ التي أرسلت إلى اليمن بما يزيد عن 60%، وبالتالي هنا عندك مصدر آخر للعملة الصعبة فقده السوق اليمني. الشيء الآخر اللي هو الوديعة السعودية، الوديعة السعودية من منتصف 2018 وهي اللي بتغطي حاجة السوق من العملة الصعبة لتغطية الاعتمادات المستنديه لاستيراد الغذاء واستيراد المشتقات النفطيه، وهذه الوديعه انتهت خلاص. والسعوديه الان وشفنا تقريبا في مؤتمر المانحين متاثره جدا بازمه كورونا، واصبحت يعني اصبح في شكوك كبيره على قدرتها، حتى الان ما فيش اي بوادر تقول انه ممكن يجددوا الوديعه على اساس انها تشكل غطاء جديد للريال اليمني بحيث انهم يحافظوا عليه من التدهور. وبالتالي عندك الثلاث المصادر الاساسيه للعمله الصعبه تقريبا البلد فقدتها، واحنا توقعنا انه في وقت سابق انه حيحصل انهيار للريال اليمني، خصوصا انه حتى مع مؤتمر المانحين الاخير
المانحه الدول المانحه والمنظمات الامميه رفضت بشكل قاطع اكثر من مره عده طلبات للحكومه اليمنيه، انها مثلا مبالغ المساعدات تصل او تورد الى البنك المركزي ويتم مصارفتها عبره، بحيث انه البلد او المنظومه المصرفيه او الحركه السيوله النقديه في البلد تستفيد من هذا القدر من السيوله. يعني خلال الخمس سنوات الماضيه لو كانت مبالغ المساعدات على سبيل المثال وصلت الى البنك المركزي كانت توفر عمله صعبه بشكل كافي في السوق المحلي، وبالتالي كان على الاقل الريال اليمني سيحافظ على قيمته، يمكن كان يظل دون مستوى 300. لكن المنظمات الامميه ترفض انها تدخل مبالغ المساعدات الى اليمن، ويتم التعامل بها او التصرف بها من حساباتهم خارج اليمن، يدفعوا الى حسابات المردين خارج اليمن، ولا يصل اليمن الا الكميات عينيه قد تكون منتهيه الصلاحيه او سيد عبد الواحد او ثالثه. سأعود إليك لنجيب على تساؤل المواطنين في الشارع، لماذا هذا الانهيار في عدن دون صنعاء؟ ربما كل الأسباب التي تم ذكرها تنطبق على الطرفين، إذن لماذا قد تنهار العملة في محافظة دون محافظة أخرى؟ وأيضا سنتحدث عن مسؤولية التحالف. أعود إليك سيد أبو بكر باع عبيد، الآن من يتحمل مسؤولية هذا الانهيار؟ وما الذي بيد الحكومة الشرعية فعله؟ وأين هو التحالف من ذلك؟ طبعا الحكومه الشرعيه هي المسؤول الاول، يعني لانها عدم وجودها اربك، اذا انت ما اصلحت نفسك لن يصلحك الناس. اذا لم نحن نكون عند حسن ظن الشعب فلن يحسن ظننا التحالف او غيره. لازم الحكومه هي تتحمل مسؤوليتها، حتى ولو يعني ما يحصل في الشمال، وانا ضده 100% ضد الميليشيات، لكن على الاقل في دوله موجوده، في مسؤولين موجودين هم اللي جعلوا من العمله تستقر على هذا الى هذا في هذه المرحله. يعني نحن لا توجد، انا اتكلم معك الان ويمكن الان يزيد الريال او ينقص بدون حسيب وبدون رقيب. هذه اشكاليه اللي تتحملها اولا الشرعيه، في هي المسؤول الاساسي امام الله وامام الشعب وامام المجتمع الدولي. اذا كانت يعني بنك مركزي غير يقولون مش موجود الموارد، وهذا كيف اترك انا اعطيك مواردي وانا مش واثق فيه؟ لكن ايضا هنا السؤال، هل تمتلك الشرعيه القرار سيد ابو بكر؟ لم تكون هناك اي معامله مطلقا، يعني كل عمليه هكذا الى ما لنا. نعم سيد أبو بكر، نحن نحمل الشرعية هي المسؤول الأول ومن يتحمل تبعات كل ما يحدث، ولكن هل لدى الشرعية أصلا الإمكانيات؟ هل لديها القرار أصلا؟ يأخذون قرارهم ولا يستقيلون؟ يأخذوا قرارهم أو يستقيلوا، يقولوا نحن لا نستطيع أن نعمل حاجة في هذا البلد. صحيح. لأنه إذا كان أنا أمام، لأنه من بيحاسب في يوم القيامة بيحاسب هذا الناس أمام الله؟ أنا أقول له إيش سويت أمام التحالف؟ أقول له إيش سويت أمام شعبك؟ أمام شعبك هو المسؤول. لأنه إذا هو مش قادر خلاص يتم الساحة ويقول أنا لا أستطيع. أما أنه يبقى الشعب بهذه الطريقة لا مينا زي الناس، لا صحة مثل الناس، لا رياضة زي الناس، لا ذا زي باقي الدول. إيش أنا أشتي أعرف إن إحنا نزعل على العملة؟ ما العملة حاجة بسيطة مما يعاني هذا الشعب. يعطونا حاجة واحدة يقولوا هذا 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 وضعها كويس. إن كان في صحة أو في أي شيء آخر. هل مسؤولية من؟ أليست مسؤولية الدولة؟ مسؤولية الدولة أنا وأيضاً أنا مع الأخ عبد الواحد اللي يتكلم من يمكن من كوالالمبور أو من تركيا ما أنا عارف، لكن يعني اللي يقول إنه كورونا لنا 3 شهور 4 شهور، نحن ما نعانيه لنا 4 5 سنوات. هذا تحصيل 5 سنوات من الأزمات وليست 3 شهور الكورونا. نعم هو ذكر كورونا كأحد الأسباب ربما ومما فاقم. أيوة، لكن أنا فاقم الوضع. أنا معه في كل اللي قاله معه، لا نحمل الموضوع على كورونا وكأن احنا نتعذر بالكورونا. ليست الكورونا هي السبب الأخير الوحيد. الكورونا
جاءت حتى وقد يعني الكشة التي قسمت ظهر البعيد. نعم سيد أبو بكر، لك لم تستمع لحديث السيد العوبلي جيدا، هو تحدث عن مجموعة أسباب، كان كورونا فقط واحد من هذه الأسباب. أنا قلت لك أي كلام حيث تم ربطها ب صحيح، وأنا أي كلام كله، بس أنا بس حبيت أحط ملاحظة على أن لا يتشبك الناس في المناطق أو في أي مكان أنه نحن عندنا مشكلة وهي مشكلة الكورونا فقط، يعني أنا أي كلام كله. نعم، إذن أبو بكر باعبيد رئيس الغرفة التجارية كنت معي من عدن، شكرا جزيلا لك، أشكرك جزيلا الشكر أنك كنت معي في هذه الحلقة. إذن عودة إليك سيد عبد الواحد العوبلي، أين هو التحالف مما يحدث وأيضا الأطراف المتصارعة داخل الجنوب التي تحتكر ربما السلطة والقرار وتحمل الشرعية مسؤولية تبعات كل ما تقوم به؟ أحب أول شيء أتأكد على كلام الأستاذ أبو بكر باعبيد، فعلا مشكلتنا ليست كورونا، لكن بالفعل زي ما استخدم هو التعبير انه كورونا كانت القشه التي قصمت ظهر البعير. فهو هذه فقط جاءت لتكمله فعلا سنوات من الفساد ومن سوء الاداره ومن استغلال النفوذ وكل هذه المشاكل التي حصلت سواء من قبل الميليشيا الانقلابيه في الشمال او الجنوب او حتى من فساد والتخاذل وتواطؤ الحكومه الشرعيه. الآن بالعودة إلى سؤالك، أين هو التحالف وأين هي الحكومة الشرعية؟ أنا ممكن أقول أتحلى بالشجاعة وأقول أنه التحالف مع حكومة الشرعية مع الميليشيا في الشمال والجنوب، الجميع مجمعون على تقويض الاقتصاد اليمني، كلهم متفقين على العمل بشكل مكثف نحو انهيار الريال اليمني. يعني احنا شفنا الميليشيا الحوثية منعت العملة الجديدة في مناطقها، صحيح ولا لا؟ لكن ماذا عملت الحكومة الشرعية؟ كان المفروض مثلا، طبعا حكاية العملة الجديدة سبق أن الميليشيا منعت طبعات سابقة من العملة الجديدة، لكن لم تتمكن من منع وصول هذه العملة إلى المواطنين، لأنه كان في عدة إجراءات قامت بها الحكومة، أنه مثلا الميليشيا لما تجي تشتري غاز منزلي من مارك تدفع بالعملة الجديدة، تفرض عليهم أنه تدفع بالعملة الجديدة، لكن الآن هذا ما بيحصلش. لما بيجي مثلا تجار الحوثي بيجوا ياخذوا اعتمادات مستنديه بالبنك المركزي تفرض عليهم انهم يدفعوا بالعمله الجديده، لكن هذا ما حصلش. وبالتالي الحكومه الشرعيه متواطئه ومع ميليشيا الحوثي، وهي واحد من الاسباب الرئيسيه لوصول الوضع كما هو عليه، واختلاف الصرف في مناطق الحوثيين ومناطق الشرعيه والمشكله الكبيره في رسوم التحويلات التي تحصل من المناطق الشرعيه الى مناطق الحوثيين. انت تدفعي ما يزيد عن 20% من قيمه الحواله عشان تحوليها الى صنعاء او الى احد مناطق اللي تحت الميليشيا الحوثيه، وبالتالي أنا أحمل كل الأطراف المسؤولية. أولهم الحكومة الشرعية ومعهم التحالف والميليشيا، لما نجي نحسبهم مجرد أدوات مع هذه الأطراف الدولية. وسبقا ذكرت لك أنه حتى مبالغ المساعدات اللي لو كانت وصلت كانت حتحل مشكلة تسجيل هذه بشكل جذري، لكن هم حتى مبالغ المساعدات اللي هم بيقولوا أنهم خصصوها لليمن مش راضين يجيبوها، محتفظين بها في حسابات خارج اليمن تمام، وبيتصرفوا بها وبيدفعوها لمرديهم عبر صفقات فاسده وعبر عمل كله واجراءات كلها مشبوهه، ولا بيوصل اليمن الا السمعه، احنا دفعنا لكم، احنا اعطيناكم، احنا منحناكم، وعلى الارض لا يوجد شيء، كله كذب وتدليس و نعم. سيد عبد الواحد، بالعوده الى حديثك عن تحميل الحكومه والتحالف المسؤوليه، البنك لجأ الى اتهام شركات الصرافه وتجاهل الحديث عن مسؤوليه الحكومه والتحالف، لماذا يهرب البنك من مواجهه الحقيقه؟ الاستاذ عبيد، انه البنك المنظومه المصرفيه بشكل عام في اليمن تم اقصائها وتحويل العمل كله عبر السوق السوداء او ما يسموها الاقتصاد الموازي. من اللي قام بهذا الكلام؟ من اللي افقد النظام المصرفي في اليمن للسيوله؟
الحكومة الشرعية ولا والتحالف، بسبب أنه من البداية ظلت اليمن يمكن 4 سنوات هي غير قادرة أنها تصدر النفط والغاز الخاص بها، وبالتالي غير قادرة أن تستثمر مواردها. البحر محاصر، الجو محاصر، المنافذ محاصرة، وفي الداخل مشاكل هنا وانقلابات هنا وقلاقل وأمنية وعسكرية هناك. فبالتالي مؤسسات الدولة والبنوك مش قادرة أنها تشتغل. تروحي معك رصيد في حساب في البنك ما تقدريش تسحبي أي سيولة، وهذا على فكرة مشكلة حصلت في لبنان مؤخرا بعد ما هاجرت أو ما تم تهريب حوالي 50 مليار دولار من البنوك اللبنانية، واجهوا نفس المشكلة، والليرة اللبنانية فقدت 300% من قيمتها. حتى هم ما عندهمش حرب، لكن موضوع العبث بالنقدية واتخاذ سياسات نقدية تضر بالاقتصاد الوطني، هذه كانت أنا في رأيي عملية ممنهجة ومدروسة ومقصودة، لم تأتيها كذا عبثا. والقصد من هذا كله أنه يحولوا التعامل داخل اليمن بالريال السعودي أو بالدولار الأمريكي، ونصبح مجرد دولة تابعة ضعيفة مزقة غير قادرة على تحمل نفقاتها اقتصاديا، وبالتالي تصبح خاضعة للقرار السياسي للآخرين، لا نمتلك قرارا سياسي بسبب عدم قدرتنا الاقتصادية. نعم، واليمنيون وحدهم من يدفعون الثمن. إذن سيد عبد الواحد العوبلي، الباحث في الشأن الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي. كان معي من عدن رئيس الغرفة التجارية أبو بكر باعبيد، وكان معي من كوالالمبور الباحث في الشأن الاقتصادي السيد عبد الواحد العوبلي، وأشكر زميلي معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، وأشكركم على حسن المتابعة. في أمان الله.